السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. عدم تأهل المنتخب السعودي للأدوار النهائية، طبعا تحملها المدرب بنسبة كبيرة جدا، وخصوصا مباراتنا مع بولندا اللي تحملها بنسبة، يعني أنا بالنسبة لي أنا 100%. أول شيء ثلاثة أظهر يمين لعبوا أظهر يسار، عدم التغييرات أو التدخلات في الوقت المناسب، يعني بس تغيير واحد اضطراري كان سامي النجعي الدقيقة 47 48، وبعد كذا ما غير إلا الدقيقة 85. عدم الاستعانة ببعض اللاعبين المهمين الصغار واللي عندهم السرعة وعندهم المهارة، مثل العبود، مثل هيثم عسيري، مثل ناصر الدوسري اللي يلعب ظهير يسار وما شارك في البطولة وكان الأولى أنه هو يشارك بالبطولة. تغيير خطة اللعب في آخر مباراة من 4 مدافعين إلى 3 مدافعين، مشاركة سعود عبد الحميد في 3 مراكز، ظهير يمين، ظهير يسار، محور، مشاركة البليهي في الظهير اليسار في آخر مباراة. يعني لخبطة ما أعتقد ما فهمتها، ولا حتى الشارع الرياضي ما فهمها. عموما قدر الله ما شاء فعل، وإن شاء الله هذه الأخطاء نتعلم منها، وهذه بطولة نعتبرها إن شاء الله يعني تحضير للمنتخب السعودي لكأس آسيا اللي هو بالنسبة لنا أهم من